بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা, আমরা বরাবরের মতো আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মুশকাতিলাওয়াত। আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন নবীল উদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমরা আজকে যে সূরাটি তেলাওয়াত করব, সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুল ফুরকান। চলুন দর্শকবৃন্দ, আমরা আজকে আমাদের মুশকাতিলাওয়াত শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي له ملك السماوات ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقال الذين كفروا قد جاء ظلما وزورا. فقد جاء ظلما وزورا. وقال فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاء أساطير الأولين
تتبغى فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لها يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قل السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا
قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا لولا يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق الله صدق الله.